صديق عزيز علي من فترة طويلة، وأنا أعرف عنه أنه راجل مخلص وراجل وطني وراجل محب البلد، والحقيقة شارك وساهم كتير في حل مشكلات المواطنين من خلال قلمه وورق ورقته في إطار التزام الميثاق الصحفي، وفي إطار الانضباط، وفي إطار النقد البناء مش النقد القدام. وحقيقة كان له رؤية واضحة وبعد واعي لكل الأمور. لما كان بيناقش أي مشكلة الحقيقة أدت نص الكلمة بتاعته إلى حل الكثير من مشكلات المواطنين.